نروح لمنتخب مصر. منتخب مصر وصل إلى مرحلة البلاي أوف في تصفيات كأس العالم. إيه رأيك في منتخب مصر مع كارلوس كيروش؟ حسنا، منتخب مصر يضم أفضل لاعب في العالم حاليا محمد صلاح. هو لاعب تستمتع حينما تراه يلعب. لا يهم من سيواجه منتخب مصر، ولكن الأمر يعتمد على اللاعبين، الأمر يعتمد على منتخبكم. إذا كان محمد صلاح وأحمد حجازي وهؤلاء النجوم في فورمة جيدة وفي شكل جيد، فبالتالي ربما سيكون الأمر صعب على أي فريق يواجه منتخب مصر. الأمر صعب بالفعل، ولكن منتخب مصر يستطيع أن يؤدي مباريات جيدة. طيب، بما انك ساهمت الحقيقه في تكوين الجيل الحالي لمنتخب المغرب من خلال عملك كمدرب للمنتخب الاولمبي المغربي وقبلها منتخب الشباب، شايف فرص مصر لو واجهت المغرب او اي فريق من شمال افريقيا تكون ازاي؟ حسنا، المغرب لديها فريق قومي كبير. أنا كنت سعيد جدا أني دربت وعملت مع فريق الشباب في لمنتخب المغرب، سين المزراوي، حكيم زياش، فبالتالي وخصوصا الجودة العالية التي يتمتع بها حكيم زياش، لديهم فريق كبير رائع. وأعتقد ولكن أعتقد أن فريق المصري بما لديه من إمكانيات كمحمد صلاح، فالأمر يعتبر متشابه بالنسبة للفريقين. أعتقد أنهم لديهم فرص كبيرة للصعود لكأس العالم، خصوصا مصر.